يا ساتر بالله عليكم، هذا الجول لو مسجل ومحسوب شو اللي كان ممكن يصير؟ وش قد كان ممكن يعطيه ثقة لأردا جولير؟ وش قد كان ممكن العالم كله بدون أي استثناء يحكي عن موهبة لا يشق لها غبار؟ المهم خذوا لكم هاي الإحصائية لإبراهيم دياز في هذا الموسم، 9 مباريات و4 أسيست بمعدل 13 مساهمة تهديفية، وهذا شو وهو لاعب على مقاعد بدلاء بديل لبيلغام، فكيف إذا أخذ مكان أساسي وتحديدا بدال رودريجو يلي متراجع مستواه، وتقريبا ريال مدريد بيلعب ناقص لاعب بوجوده. بدي احكي عن فالفيردي، خامس المدافعين، سادس لاعبين خط الوسط، رابع المهاجمين، حارس مرمى، واليوم 3 مساهمات ب3 اسيستات، 1 بالراس و1 بالرجل و1 بالصدر. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، على الرغم انه اليوم قدمت مباراة ممتازة جدا وخارقة للعادة واستحقيت رجل المباراة، الا انه الانذار الاصفر كان نقطة سودي في هاي المباراة بالنسبة لك، وغيابك عن مباراة بلباو يلي تعتبر واحدة من اصعب مباريات الدوري على ريال مدريد.